ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة لهذا الأسبوع من برنامج حصاد الصحافة، والذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء فيه من عناوين ومقالات للرأي والتحليل السياسي خلال أسبوع كامل، وحول أهم وأبرز القضايا. كما نعرج على الصحف العربية والعالمية لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال الأسبوع، وبعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصاد الأسبوع وهي رسوم الكاريكاتيرية. أهلا بكم. بداية قراءتنا لأبرز عناوين هذا الأسبوع من موقع صحيفة الثورة ونطالع فيها. بلادنا ترحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لسنة 2015. وزير الدفاع يؤكد إحباط مخطط حوثي كبير لزعزعة الأمن والاستقرار بمأرب. الجيش الوطني يستعيد عدد من المواقع في جبهة قانية شمال البيضاء. وبالانتقال إلى موقع صحيفة 26 سبتمبر، حيث علقت بالعناوين التالية منها: رئيس الجمهورية يستقبل مبعوث الأمم إلى بلادنا ويؤكد حرصه على تحقيق السلام الشامل. رئيس مجلس النواب يناقش مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع في بلادنا. قائد المنطقة العسكرية السابعة: معنويات أبطال الجيش عالية وتقدمات مستمرة حتى تحرير كامل تراب الوطن. ومع موقعنا الأخير من فقرة عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، نقرأ لكم من موقع صحيفة مأرب بريس العناوين الإخبارية التالية: رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى بلادنا ويتمسك بتنفيذ بنود اتفاق الرياض. التحالف يكشف نتائج عمليته العسكرية بصنعاء ويتواعد بقطع الأيادي التي تستهدف السعودية. الجيش الوطني يعلن مقتل وأسر العشرات من ميليشيات الحوثي في معارك بالبيضاء. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي، ونعرج على أهم ما كتب فيها، والبداية مع الكاتب محمد سالم بارامادا بموقع صحيفة عدن الغد مقالا بعنوان خطاب الرئيس الذي أسقط رهانات. يبتدئ الكاتب مقالته بالقول أن خطاب فخامة الرئيس القائد البشير عبد الرب منصور هادي الذي ألقاه أمام مستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب اليمني كان خطابا ناضحا بالوطنية ومعاني الولاء لقضايا الأمة الكبرى، قضايا اليمنيين جميعا، قضايا المصلحة الوطنية المتجاوزة للأجندات الفردية والأطاريح الخاصة، رغم أن صاحب الخطاب يملك خيارات أخرى. ويواصل مقالته قائلا: الشعب لا يبغي به بدلا، حيثما فتئ يتبناه ويلفظ خصومه، لأنه كان ولا زال له أبا حنونا ودرعا حصينا وخيارا وحيدا، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك حرصه على أمن الدولة واستقرارها وتقدمها ونهضتها ورقيها، وثباته على مواقفه بمبدئية عالية لا تشوبها الضبابية، إضافة إلى الأهم من ذلك كله، وهو الولاء المطلق للوطن ومصلحة الشعب والدفاع عنهما دون خوف أو تردد. وأكمل الكاتب برامادا بالقول: في خطابه لم يخرج فخامة رئيس القائد المشير عبد الرب منصور هادي عن القاعدة، قاعدة الصدق، قاعدة اختيار الوطن وتقديمه على ما سواه،
قاعدة تقديم النظام والأمن على الفوضى والخوف، قاعدة الانحياز إلى القانون واحترام النصوص بدل التشبث بالسلطة وتطبيع النص لمصلحة الفرد، قاعدة حب الوطن، قاعدة وضع الأمور في نصابها لأنه منبر القوس التي بيده، ليخرس المتقاولين وصناع الشائعات ورواد العبث وهواة الفوضى. وأكمل قائلا: كان فخامة الرئيس هادي رائعا وواضحا حين أكد على أن الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية أو تمرير مشاريع فئوية أو مناطقية أو حزبية لن يكون مقبولا ولن يحقق لأصحابه هدفا أو غاية، ولا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تنتصر على الشعب. كان كلام الرئيس واضحا حين شدد على الابتعاد عن المرامي والدوافع الشخصية في تبني القضايا المرتبطة بالوطن ومستقبله، إذ لا مجال للمزايدة حين يتعلق الأمر بمصلحة الوطن ووحدة الأمة، فلا مكان حينئذ للأطماع الشخصية والأجندات المرتبطة بالأفراد والجماعات الضيقة والخطابات المتآكلة والرجعية. وأشاد الكاتب في مقالته بالوضوح الذي تناوله خطاب فخامة الرئيس في دعوته لأبنائه فيما يسمى المجلس الانتقالي قائلا: كان كلام القائد هادي واضحا وضوح الشمس حين وجه دعوته لأبنائه فيما يسمى المجلس الانتقالي إلى استغلال الجهود المخلصة والكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق رياض، وذلك لوقف نزيف الدم وتوفيت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني. وهنا يمكن أن أقول: كم أنت كبير يا فخامة الرئيس، لأنك بهكذا حديث تؤكد للجميع أنه لا مجال للمزايدة لديك حين يتعلق الأمر بمصلحة الوطن ووحدته. وختم كاتبنا مقالته بالقول إن خطاب فخامة الرئيس القائد المشير عبد الرب منصور هادي أسقط جميع رهانات وضرب المثل الأعلى في التعالي على الجراحة. وأكمل قائلا: إن فخامته ماض في الدفاع عن الوطن والشعب، ويستطيع أن يزرع الخير على طريق الأشواك رغم كل المصاعب والتحديات التي فرضت عليه نتيجة الانقلاب الانقلابيين الحوثيين الإيرانيين، ويقود المسيرة باقتدار وقلبه مفعم بالإيمان بأصالة شعبه وتطلعه إلى خلاصه من الفئة الباغية الانقلابية أينما وجدت. والله من وراء القصد، حفظ الله اليمن وشعبها وقيادتها، ممثلة في فخامة الرئيس القائد المشير عبد الرب منصور هادي، من كل سوء، وجعلها دوما بلد الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. دعونا الآن ننتقل لموقع التغيير نت ونسلط الضوء على مقال الكاتب محمد الحميدي تحت عنوان هادي ومحسن ومعين جهود وطنية ملموسة. يبتدئ الكاتب مقاله بالقول أننا نعيش هذه اللحظات وضعا كارثيا ومأساويا بكل ما تحمله الكلمات من معاني وحقائق، فمنذ 6 سنوات على التوالي وهؤلاء القادة وخلفهم الأحرار يواجهون هذا الانقلاب المشؤوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وخلفها بعض الشخصيات السياسية الفاسدة ممن ارتضوا لليمن الذل والارتهان لمشاريع الأوهام والخرافة ومشاريع الهيمنة على إرادة الشعوب الحرة التي ترفضهم. وأكمل قائل: إن المحاولات مستمرة لهذه الجماعات الظلامية التي تعمل على كسر الإرادة الوطنية وتوجهها والاستحواذ على حريتها ومصيرها، ومطلبها الحقيقي العادل المتمثل بقيام الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة التي تكفل حق المواطنة المتساوية لكافة أبناء الوطن دون تمييز عنصري أو طائفي مقيت.
لافتا إلى أن رئيس هذه حاول ومعه نائبه الفريق ركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك على تجاوز كل الخلافات والصفحة لأجل الوطن والإنسان من خلال عملهم الدؤوب على إعادة الأمور إلى نصابها والحفاظ على مصالح الوطن والمواطن وفرض الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. لكن أبت أياد الشر إلى أن تؤخر سير العجلة من خلال محاولتهم العبث بالأمن القومي وإقلاق السكينة العامة، وأكمل قائلا: خلال هذه الحرب التي دفع الرئيس هادي كلفتها غاليا من قياداته وكوادره وأفراد عائلته، ناهيك عن التحديات اليومية التي يواجهها بكل حنكة وذكاء، إيمانا منه بأن الضريبة الباهظة الثمن التي يقدمها ما هي إلا مسؤولية تاريخية من أجل اليمن ومشروعه الوطني وصوابية برنامجه الذي قدمه للعالم، بل ولا زال يتمسك به رغم كل التحديات التي تواجه ذلك المشروع الوطني الجامع. وختم بالقول أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس ونائبه ورئيس الوزراء بأنهم صمام أمان الدولة اليمنية الاتحادية، ولن يتزحزحوا عن المشروع الوطني الاتحادي الجامع لكل اليمنيين، بل أنهم عازمون مع كل الأحرار من بقية القوى والتيارات للقضاء على كل من يتبنى فكرا كهنوتيا منغلقا يسوده الاستعباد والطغيان والتخلف والدمار، وأن عهد الماضي لن يعود، فاليمن الكبير لن يكون مجرد حديقة للمشاريع الشخصية الضيقة، بل وطنا يسوده القانون والبناء والتنمية، وأكمل قائلا: لقد أثبتت المواقف أن بوصلة هؤلاء القادة لا تخيب ولا تختل ولا تنحرف، فهم الأمل الذي لا زال يحتفظ به الشعب اليمني من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه. لذا سنظل ندافع عن هذا المشروع الذي أجمع عليه الشعب، وسنقف صفا واحدا خلف حكومتنا الشرعية التي بدونها سينفرط عقد الوطن ليصبح أشتاتا. نصل مشاهدينا الكرام نحن وإياكم إلى آخر مقالاتنا السياسية في صحيفة الشرق الأوسط، ونسلط الضوء على مقال مشترك لوزراء خارجية السويد آن ليند وألمانيا هيكو ماس وبريطانيا دومينيك راب بعنوان اليمن الذي سينهض بعد السلام. استعاد الوزراء مقالتهم قائلين: في أعقاب الربيع العربي بدا وكأن اليمن ينتهج مسارا للتغيير السياسي السلمي، فقد ازدهر المجتمع المدني وشارك اليمنيون من جميع الانتماءات والأطياف بما في ذلك النساء والشباب في بلورة مستقبل البلاد. واليوم وبعد 6 سنوات من الاقتتال فقد تبدد هذا الأمل أو يكاد، وبات اليمن على حافة الانهيار، أكملوا قائلين: ها هي جائحة كورونا تحصد الآن مزيدا من الأرواح لتشكل عبئا ثقيلا على نظام الرعاية الصحية الهش في اليمن، وتصل به إلى حافة الانهيار. وفقا لتصورات كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، ربما تجاوزت الإصابات حتى الأسبوع الماضي 1,000,000 إصابة، ومن المرجح أن يتضاعف عدد الحالات كل 4 أو 5 أيام. وأضافوا: تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية عالمية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ونود نحن وزراء خارجية ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة أن نعرض عن تصورنا لما نعتقد بأن بإمكان المجتمع الدولي أن يساهم به لأجل إحلال السلام في اليمن، وأضافوا قائلين: أولا، يظل وقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن والتسوية السياسية فيه أفضل دفاع ضد جائحة كورونا، وفي عقاب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم
بغية التفرغ للتصدي لهذه الجائحة، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، لكن للأسف لم يتخذ الحوثيون إجراء بالمثل واستمر القتال. ومؤخرا في الأسبوع الماضي أطلق الحوثيون صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك على أهداف مدنية، معرضين حياة المدنيين بشكل متهور للخطر. لم يعد هناك وقت لمزيد من التسويف، حيث تستمر المعاناة والموت بين المدنيين. وأشاروا إلى أنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين الذين يحتاجون إليها، وللقيام بذلك تحتاج الأمم المتحدة الآن وبشكل عاجل إلى المزيد من التمويل، كما أن علينا التصدي لأي عقبات لا تزال تمنع الوكالات الإنسانية من العمل بشكل فعال في اليمن. لابد لنا من تشجيع الأطراف على تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاقات، بما فيها اتفاق ستوكهولم الذي يدعو إلى الانسحاب المتبادل من مدينة الحديدة الساحلية، واتفاق الرياض، ففي حال تنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها الأطراف كما يجب، فإن هذا سيعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق سلام شامل. وإذا كان لليمن أن يتعافى فعلا من جائحة كورونا، فلا بد من أن يبقى اقتصاده الهش حاليا على قيد الحياة، فالعواقب غير المباشرة لفيروس كورونا قد تكون أكثر حدة من تأثيره المباشر. وختم المقال مشيرين بأننا نتوقع من جميع الجهات الفاعلة احتراما كاملا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان، فمن واجب جميع الأطراف ضمن حماية المدنيين في هذه الحرب الضروسة، وهذا يشمل أيضا حماية الأقليات الدينية والنساء والأطفال والصحفيين والمعتقلين السياسيين، وهذه الفئات جميعها تأثرت بالصراع أكثر من غيرها. وختم قائلا: نحن على استعداد لتقديم يد العون بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع والرجوع عن حالة التجزؤ في البلاد، ومن واجب المجتمع الدولي أن يقف متحدا في وجه الذين يسعون إلى مد أمد الصراع لمنفعتهم الشخصية. ولدينا تصور لاتفاق مبني على تشارك السلطة والحلول الوسط وسيادة القانون، ويمثل اثنان منا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن نحثه على تعزيز دوره في اليمن. إن اليمن الذي ينهض بعد الوصول إلى اتفاق السلام حري به أن يلعب دورا بناء ونشطا في المنطقة ويساهم في أمن جيرانه المباشرين، وستكون دولنا الثلاث على أهبة الاستعداد لمساعدة اليمن على التحول إلى قوة إيجابية لأمن المنطقة. والآن مشاهدينا الأعزاء نأخذكم في جولة سريعة ونتعرف سويا على أهم ما ورد في الصحف العربية والعالمية على مدار الأسبوع وآخر المستجدات في الساحة السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم أيضا، وأهم وأبرز المواضيع والأحداث والتطورات، ونبدأها من صحيفة العرب حيث جاءت بالعناوين الآتية: الحكومة اليمنية تحذر مجلس الأمن من كارثة في البحر الأحمر. هذا هو العنوان الذي اختارته صحيفة العرب، حيث نقلت الصحيفة أن وزير الخارجية محمد الحضرمي يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة خزان صافر العائم وسط مخاوف من تسرب أو انفجار وشيك ينذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر. فرنسا تنسحب من عملية للناتو احتجاجا على الإمبريالية التركية. ساعدت فرنسا وتركيا حدة المواجهة بينهما بعد أن أعلنت باريس عن انسحاب من عملية للناتو احتجاجا على الإمبريالية التركية، في الوقت الذي ردت فيه أنقرة بالقول إن الناتو من دون تركيا. وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرنسا قررت الانسحاب مؤقتا من عملية للأمن البحري لحلف الشمال الأطلسي في البحر المتوسط نتيجة لخلافات مع تركيا مستمرة منذ أشهر بسبب النزاع في ليبيا.
اختارت صحيفة النهار اللبنانية توجيه النقد إلى الحكومة من خلال عنوانها فكتبت: الحكومة تحتمي من السقوط بالتصعيد السياسي. لخصت الصحيفة المشهد السياسي في البلاد قائلة: إن حكومة الرئيس حسان دياب باتت واقعيا في حكم السقوط، ولكن مع وقف التنفيذ ربما لأسابيع وليس أكثر. وعلقت الصحيفة إلى استعادة دياب لهجة الهجمات على المعارضين والخصوم الداخليين ولهجة حملته المستأخرة. وفي عنوان آخر لصحيفة النهار اللبنانية: السعودية والولايات المتحدة تطالبان بتمديد حظر الأسلحة على إيران. طالبت السعودية والولايات المتحدة الاثنين بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وحذرتا من تعقيدات أمنية إقليمية في حال لم يتم التمديد وسط اتهامات لطهران بتسليح المتمردين في اليمن. وتخضع إيران حتى تشرين الأول لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 22-31 بعدما صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015. كتبت الصحيفة الفرنسية لو فيغارو على الغلاف: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يود الإبقاء على نهجه خلال العهدة. خرج رئيس إيمانويل ماكرون باستنتاجات من تداعيات أزمة الوباء العالمي، ووصف الدخول المقبل بالصعب على المستوى الاقتصادي بدون أن يتطرق لاحتمال مغادرة رئيس وزرائه إدوارد فيليب الحكومة. فرئيس ماكرون له علاقة ثقة تقول الصحيفة بإدوارد فيليب، لكن في الوقت نفسه أصبح الأمر يتطلب فريقا حكوميا جديدا لتطبيق برنامجه الذي ستكون محاوره الدفع بالنماء الاقتصادي وإصلاح القطاع الصحي. ومن المقرر بحسب لو فيغارو أن يتم هناك تعديل وزاري الأسبوع القادم. ننتقل بكم مشاهدينا الأعزاء إلى صحيفة جلوبال تايمز الرسمية الصينية، حيث اختارت هذا العنوان: قانون الأمن القومي يطيح بمبدأ بلد واحد ونظامين. في إشارة إلى النظام السياسي الخاص الذي يحكم هونغ كونغ، كتبت الصحيفة أن السلطة المركزية في بكين ستكون لها الكلمة الأخيرة والقانون يحدد الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن القومي، لكنه لن يغير طريقة حياة سكان هونغ كونغ ولن يحرمهم من حقوقهم المشروعة، بل على العكس هذا القانون سيحمي الديمقراطية والحريات في هونغ كونغ بحسب الصحيفة الرسمية الصينية. الأردن أكثر الدول استهلاكا للتبغ في العالم. الخبر أوردته صحيفة The Guardian البريطانية. تقول الصحيفة أن 80% من الرجال في الأردن يستهلكون مادة نيكوتين بطرق مختلفة من بينها الأرجيلة والسجائر الإلكترونية. هذه الأرقام إذن تقول The Guardian مختلفة عن الأرقام التي نجدها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا التي تراجعت فيها نسب التدخين خلال 30 سنة الماضية بفضل الضغوط التي تتعرض لها الشركات المصنعة وبفضل التوعية بمخاطر التدخين، على عكس ما يحصل في الأردن حيث تمارس الشركات المصنعة للتبغ في الشرق الأوسط والشركات متعددة الجنسيات تمارس تأثيرا على القرارات السياسية الرامية إلى محاربة التدخين. صحيفة ليكيب عنونت على إصابة لاعب التنس والمصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش بفيروس كورونا المستجد. نوفاك جوكوفيتش مصاب بفيروس كورونا المستجد. أصيب جوكوفيتش مع 3 لاعبين آخرين بعد مشاركتهم في دورة التنس في العاصمة الصربية بلغراد، شاركوا فيه من دون احترام إجراءات التباعد الاجتماعي التي تدعو إليها السلطات الصحية. الصحيفة قالت إن إصابتهم تمس بسمعة لعبة التنس حول العالم، وما حصل هذا غير مقبول. نختم نحن وإياكم مشاهدينا الأعزاء هذه النافذة على الصحافة العربية والعالمية بصحيفة الشرق الأوسط، حيث جاءت بالعناوين الآتية: الحكومة اليمن تندد بتصعيد الحوثي وتطلب حزما دوليا تجاه إيران. نددت الحكومة اليمنية بتصعيد الميليشيات الحوثية عسكريا وبالأدوار التخريبية لإيران، داعية المجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء سلوك طهران التخريبي في المنطقة واليمن. ونددت الحكومة بتصعيد الحوثي في مختلف الجبهات واستهداف المدنيين والأراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية إيرانية بتزامن مع التحركات الأممية. السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية.
استؤنفت مجددا مفاوضات سد النهضة برئاسة جنوب إفريقيا رئيس الدولة الحالية للاتحاد الإفريقي وعالمة الشرق الأوسط أن الوسطاء والأطراف المعنية بسد النهضة عقدوا جلسة إجرائية تضمنت أسس التفاوض، حيث قدمت وزيرة الدولة بخارجية جنوب إفريقيا كلمة بلادها، كما قدم الوسطاء وممثلو الدول الثلاثة كلمات افتتاحية، فيما ينتظر أن يقدم تقرير مفصل عن سير التفاوض حول القضايا العالقة لاجتماع رؤساء جنوب إفريقيا والدول الثلاث بعد نحو أسبوع من تاريخ بدء اجتماعات التفاوض الجارية. نأتي بكم الآن إلى آخر فقرة الصحافة، وهي فقرة رسوم الكاريكاتيرية لنشاهد. نكون قد وصلنا نحن وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب قناة عدن الفضائية عدن تي في. في أمان الله.